السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. اليوم لي وقفة مع خلية قمت بتصميمها شخصيا. الخلية تحدثت عن أختها في العام السابق وهي تربية الملكات في خلية فيها ملكة وفيها ملكتان. هذه السنة سأتحدث عن خلية فيها ثلاث ملكات. كيف تم ذلك؟ وكيف تم نقل الملكات؟ وكيف تم رفع الطابق الثاني؟ الخلية لها مميزات وخواص سنتحدث عنها في دروس عدة. الخلية إذا استطاع الأخ النحال أن يقوم بإدارتها سيحصل على ملكات، ويحصل على غذاء ملكي، ويحصل على تجييش للنحل ودعم المنحل بالكامل. خلية مميزة لها أهدافها ولها مميزاتها. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه خلية من ثلاث ملكات، فيها عدة أهداف أو لها عدة أهداف نستطيع من خلالها أولا عمل تجييش مميز للنحل، وذلك من خلال أننا لدينا كما يقال ثلاثة أرحام: الملكة الأولى، الثانية، الثالثة. فهنا يحدث وفرة في التحضين وقوة في التحضين، كما نذكرها دائما تجييش النحل. نستطيع من هذه الخلية أن نحصل على تقاسيم عدة، وهذه هي أحد الأهداف. الهدف الأساسي والمميز لهذه الخلية هي تربية الملكات وجمع الغذاء الملكي. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك من خلال العسلة. طبعا هذه العسلة سأشرحها، لكن قبل هذا كله سأتطرق لجزئية مهمة جدا، وهي كيف بدأت في هذا التصميم. أتت الفكرة طبعا من فيديوهات قمت بإنزالها العام الماضي على القناة. لكن كيف بدأنا في هذه الخلية؟ هذه الخلية كان عبارة عن ثلاثة إطارات فقط، ثلاثة إطارات ولملكة واحدة. بدأنا بها، بدأت تزدحم، قمت بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام. حصلنا على ملكتان أخرى في هذه الخلية، وهذه كانت هي بداية تجهيز هذه الخلية. الآن بالنسبة للعاسلة، هذه هي العاسلة، لديها فتحة ولديها حاجز مصمت، أستطيع أن أربي فيها ملكات، وسيكون ذلك مستقبلا. سأشرح يعني في حينه. حاليا سأقوم برفع الدورة الثانية. اعذرونا. حاليا سأقوم برفع الدورة الثانية هكذا. هذا هو الدور الثاني. ولكن قبل هذا كله ماذا علي أن أفعل؟ شاهدوا معي. هذه هي أهم خصلة في الموضوع كله. طبعا الخلية من 15 إطار، سترون كيف سأتعامل معها. هذا الجزء يحتاج إلى إضافة قطعة، قمنا بقطعها.
بهذه الطريقة حجزنا ايش الملكات عن المرور الى بعضها البعض. الان شكل جيد. الان نضع العاسلة. هذه الان العاسلة كما تشاهدون امامكم، الدور الثاني العاسلة. هذه هي الفتحات، الملكة الأولى، الملكة الثانية، الملكة الثالثة، وهنا ستكون لنا ملكة رابعة سنذكرها في وقتها. حاليا لا نحتاج شيء، نقوم بالإغلاق. ما هي الإجراء الذي سأقوم به حاليا؟ طبعا الإجراء الحالي قمت برفع إطارين من الأسفل، شاهدوا معي. شاهدوا كيف سأقوم بوضع الإطارات. سأقوم بوضعها بشكل عرضي بهذه الطريقة حتى يتشتت الروائح الملكية من الأسفل للأعلى، ويكون النحل متداخل بينه البين. هذا الثاني طبعا فيه حضنة، وسنقوم بإضافة إطار أساس في هذه المنطقة، وهكذا نبدأ. طبعا كلما حصلنا على إطار من إحدى الملكات فيه حضنة وتم إغلاقه، نقوم برفعه إلى الأعلى، وكذلك العسل. نستطيع رفع الحضنة كلها إلى الأعلى والعسل، نحصل على إنتاج عسل وإنتاج حضنة. هذه أحد الأهداف التي من خلالها صممنا الخلية، ولنا لقاءات أخرى قريبا إن شاء الله نستهدف فيها تربية الملكات بطريقة علمية صحيحة وإجراءات فنية يتخذها الأخ نحال. الآن نقوم بالإغلاق. طبعا التهوية جعلتها بهذا الشكل بدون الشبك، وبإذن الله نوافيكم بكل التطورات حتى يستفيد الجميع من ذلك. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.